اسمي عبد العزيز محمد الجابر من دولة قطر في الصف العاشر. موهبتي تكمن في الرياضيات والفيزياء والمواد العلمية بشكل عام. تواصلت معي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بخصوص المشاركة بمسابقة الموهوبون العرب مع أصحابي الموهوبون. قدمت على اختبار وكانت الأسئلة فيه متنوعة، ولم أواجه صعوبة في حل الأسئلة ولله الحمد. الحمد لله أني كنت من الطلاب الذين تأهلوا كموهبة استثنائية. هذا الترشيح سيقدم لي العديد من البرامج التعليمية والإثرائية التي ستساعدني لأصل إلى طموحاتي وأهدافي. طموحي في المرحلة القادمة أن أنمي مهاراتي في مادة الرياضيات. أحب أشكر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومبادرة الموهوبين العرب والقائمين عليها.